لا تخالل معاويه وابو معاويه وبالسيف، بتقول استيروا مالتكم اصحاب المهين بعد ما المعركه مال حنين ارتدوا عن الاسلام، معاويه وغير معاويه ارتدوا، النبي اعطاهم كل واحد 100 ناقه. يا سيدي كل ما نعانيه الان من معاويه هذا على سيدنا، وقالوا قبلك اكبر منك واكبر مني قالوا سيدنا، هم مسؤولين يوم القيامه، انت اما ان تكون مع علي او تكون مع معاويه، اختر لك واحد منهم، اللهم احشرني مع علي. امين. وانت ان شاء الله الله يحشرك مع معاويه ان شاء الله. وهذا الرجل استطاع ان يسلب الحق من علي واهله، ولهذا الى هذا اليوم نحن نعاني، هذا الذي نعانيه كله، هذا شيعي وهذا رافضي وهذا صفوي وهذا مدري منه وهذا اسمه اهل سوريا العلوي وهذا كله بسبب هذا، بهذا السبب وضعنا. إذن من هو هذا الشيخ احمد الكبيسي؟ لمن لا يعرف، للاسف الشديد يستضاف من قبل هيئة علماء السودان، وهو رجل سيء اللسان مع الصحابة، يكفر معاوية بن أبي سفيان ويكفر الصحابة الذين مع معاوية بن أبي سفيان، ويعتقد أن كل ما أصاب الأمة الإسلامية بسبب معاوية بن أبي سفيان، عياذا بالله. من الكلمات التي سجلتها من صوته، والآن لما تخرج من الجمعة تابع على اليوتيوب تجد كلامه موثقا بالصورة والصوت من قناة دبي الفضائية، يقول: معاوية وغيره ارتدوا عن الإسلام، يقول كل ما نعانيه بسبب معاوية، يقول والله العظيم مصيبة هذه الأمة من معاوية، يقول معاوية أمر بلعن علي على المنبر 120 سنة وبالإجماع من يسب أهل البيت كافر، يقول في مقطع بعنوان حقيقة الكلب معاوية بن أبي سفيان بلسان الكبيسي، معاوية بن أبي سفيان كلب الذي شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه من أعظم ملوك الإسلام، وبأنه يركب سبج البحر ويرفع راية الإسلام، وأول أسطول في الإسلام خرج لفتح بلاد ما وراء النهر وركب البحر الأخضر كان بقيادة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أول جيش يغزو بالبحر مغفور له. في مسند الإمام أحمد يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم لمعاوية: اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به وادخله الجنة. في المسند أيضا قال عليه الصلاة والسلام: اللهم علمه الحساب، علمه الكتاب والحساب وقه العذاب. معاوية رضي الله عنه صحابي جليل من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، خال المؤمنين، وإن رغم أنف الكبيسي وأنف الشيعة الرافضة جميعا، معاوية خال المؤمنين، أخته حمنة بنت أبي سفيان أم حبيبة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين، أبوه أبو سفيان بن حرب كان من أعظم قادة الإسلام ومن أشرس فرسان المسلمين رضي الله عنه وأرضاه. معاوية كما قال أحمد بن حنبل السيد الحليم
قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: ما رأيت أحدا أسود من معاوية في السودد والقوة وعظمة السلطان والشراسة على الأعداء. قال: ما رأيت أسود من معاوية. قالوا له: يا عبد الله بن عمر، ولا أبو بكر ولا عمر؟ قال: كان أبو بكر وعمر أفضل منه، ولكنه كان أسود منهم. ملك من ملوك الإسلام، أعظم ملوك الإسلام. يوم من الأيام النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي إلى أم حرام بنت ملحان الأنصارية، زوجة عبادة بن الصامت، أخت أم سليم، خالة أنس بن مالك، وهي خالة النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. كان يأتي عندها في قباء، لما ينزل في قباء بقيل عندها وينام عندها القيلولة. يوم من الأيام نام النبي صلى الله عليه وسلم القيلولة، فاستيقظ وقد رأى رؤيا وهو فرح جذلان. قالت أم حرام: ما لي أراك تضحك يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: رأيت، ورؤيا الأنبياء وحي وحق، قال: رأيت في المنام ناسا من أمتي يركبون سبج البحر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيستبشر بالفتوحات الإسلامية والجيش الإسلامي، يركب على السفن وأساطيل البحر ويغزو الكفار. قال: رأيت ناسا من أمتي يركبون سبج البحر ملوكا على الأسرة. أم حرام رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم، بس الجيش ده. قالت: أدعو الله يجعلني مع الجيش ده بس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها: أنت من الأولين. دعا عليها. مر الزمن في سنة 27 هجرية، في عهد عثمان ابن عفان، خرج الجيش بقيادة معاوية بن أبي سفيان يغزو وركب البحر الأخضر، ومعهم أم حرام ومعها زوجها عبادة ابن الصامت. وتوفيت أم حرام في تلك الغزوة شهيدة، وتحققت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الذهبي: فظهرت نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. معاوية كاتب الوحي ده يقول كافر، معاوية كافر، أي دين يؤمن به هذا الرجل؟ لم يدخل فيه معاوية. أي دين يؤمن به هذا ومن أتى به؟ ولم يدخل فيه من كانوا مع معاوية، كان معه الزبير بن العوام الفهري ابن عمة رسول الله صفية بنت عبد المطلب، من العشر المبشرين بالجنة، حواري رسول الله. كان معه طلحة بن عبيد الله التيمي، رفيق رسول الله في الجنة، عشر المبشرين بالجنة. كانت معه عائشة أم المؤمنين، زوجة رسول الله في الدنيا والآخرة. كفر هؤلاء، خرجوا من الإسلام. أي إسلام يؤمن به هذا؟ لم تدخل فيه عائشة ولا طلحة ولا الزبير. أي إسلام هذا الذي خرج منه معاوية ودخل فيه هذا الكبيسي؟ هذا الرجل ينشر وجها جديدا من أوجه الشيعة الرافضة الذين يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لما كان بيتكلم في القناة اتصل عليه متصل وذكر له من فضائل الصحابة ومن إيمانهم، قال له: علي بيجاي ومعاوية، ده كلامه كده فهمه، يا تبقى مع علي يا تبقى مع معاوية. قال له: أنا أسأل الله يحشرني مع علي، وأسأل الله يحشرك أنت مع معاوية. يا أخواننا، زي ده كثير قاعد، لو فتحت القنوات الشيعية الرافضية الإيرانية كثير زي ده. أنا المزعلني
إنه ده بيستضيف في بلدنا. بلادنا طاهرة من أمثال هؤلاء. ما عندنا من يصرح بسب الصحابة، وإن كان في شيعة موجودين لكن ما يقدر يصرح بسب الصحابة، لأننا نشأنا في سوداننا هذا على فطرتنا الإسلامية البسيطة، على الدين الذي تعلمناه من أمهاتنا ومن آبائنا، على ديننا السوداني لا نرضى سباً في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ما تعلمنا هذا، ما نشأنا عليه. نحترم كل الصحابة الذين كانوا مع علي والذين كانوا مع معاوية كما احترمهم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وشهد لهم الله جل وعلا بالإيمان، وشهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، من شنو؟ من المؤمنين، ما قال كفار. النبي عليه الصلاة والسلام لو سألنا أي واحد شيعي قلنا لو أذكر لنا فضيلة واحدة للحسن ابن علي رضي الله عنه وأرضاه، صحابي جليل، أذكر لنا فضيلة، يقول لك نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ابني هذا سيد، صحيح؟ كمل الحديث طيب. وسيصلح الله به بين طائفتين من منو؟ من المؤمنين، من المؤمنين، بشهادة النبي عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق. شوف التعبير النبوي جميل كيف أثبت للطائفتين حق، علي معه حق رضي الله عنه، ومعاوية معه حق رضي الله عنه وعن من معه، ولكن علي أولى بالحق، أقرب إلى الحق، أو أولى بالحق تعبير النبي صلى الله عليه وسلم. ده الأدب كده، ده التعبير الجميل. لكن واحد يجي يمسك في الإعلام ويتصل على وده والمذيع متواطئ معاه بتاعنا الغناء معاه ويقعد يسب معاوية، قال اغتصب الحكم من علي وقاتلهم على الرئاسة، وقال داير له كرسي، شق الأمة قال في كرسي، كذاب خبيث. وأنا أتحدى هذا وكل من معه، بيننا وبينكم كتب التاريخ، بيننا وبينكم مراجع الأمة، والله ثم بالله ثم تالله لن تجدوا حرفا واحدا يؤيد أن معاوية كان يقاتل عليا على الكرسي، أبدا لن تجدوا. إنما كان معاوية يطالب بالثأر من قتلة عثمان، عشان ما تتخدع بالروايات التاريخية والكذب الموجود في التاريخ الذي دسه الشيعة. معاوية ما كان يطالب بكرسي ولا بسلطة ولا بإمارة ولا بإمامة، إنما كان يطالب بالثأر من قتلة عثمان، لأن عثمان من بني أمية ومعاوية من بني أمية وهو ابن عمه. ده كل الموضوع. قال علي بن أبي طالب أو معاوية رضي الله عنه أمر بسب علي رضي الله عنه في المنابر 120 سنة، كذب، كذب مقبوح. وإن وقع شيء من التلاسن بين الطرفين فهما جميعا من المجتهدين وقد غفر الله لهم. وتعجبني إجابة جميلة على السؤال اللي جابه الزول ده قبيل، قال إما مع علي وإما مع معاوية. أبو زرع الرازي رحمه الله تعالى جاءه رجل قال له إني أبغض معاوية، قال له ولما؟ سبب شنو؟ قال لأنه قاتل عليا. قال ويلك يا هذا، فإن رب علي رحيم، رب معاوية رحيم، ورب وخصم معاوية كريم، فما شأنك أنت؟ أنت تدخلك بيناتهم شنو؟ وأعجب من هذه الكلمة كلمة أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما قال هذه دماء طهر الله منها أيدينا
فلنطهر منها ألسنتنا. إياك تخوض في هذا، إياك تتكلم بالكذب بالروايات الملفقة وبالتحريف. نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا محمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، يا أخواننا، كثير من الناس يقع في معاوية، وهذا من الخطر على جميع المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: معاوية ستر لأصحاب رسول الله، كأنها ستارة. أول ما تفتح هذه الستارة تدخل على بقية الصحابة، وهذه الستارة هي البوابة التي تدخل الشيعة الرافضة، بوابة الكلام في معاوية رضي الله عنه. وغالب ما يؤخذ على معاوية من الكذب، من أعظم الأكاذيب اللي الآن بيحفزوا بها شباب المسلمين وبيخدعوهم بها وبحولوهم لروافض أعداء الدين. يقول لك معاوية رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام بيخطب في الخطبة، وقال، ذكر معاوية، قال: فأخذ معاوية بيد ابنه يزيد وخرج من المسجد. يعني قام من خطبة النبي صلى الله عليه وسلم ما تمها. شايف لما تسمع كلام زي ده تقول أعوذ بالله، معقول يا أخي زول خطبة الرسول ما دار يحضره؟ من أعظم الكذب إنه معاوية رضي الله عنه ما كان عنده أبداً ولد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه خطب في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وما زوجه. الحديث المشهور: أما معاوية فصعلوك لا مال له. خطب فاطمة بنت قيس وما زوجها، كان فقير، ما زوج إلا في عهد عثمان بن عفان، يعني بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. في عهد عثمان بن عفان تزوج وولد له ابنه، أو تزوج في عهد عمر وولد له ابنه يزيد، ما زوج في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. شوف الكذب ده كيف. أيضا يقول معاوية رضي الله عنه: سمم الحسن ابن علي، كذب أيضا، كما قال ابن تيمية في منهاج السنة النبوية، كذب، ما صحيح، ما سممه. يقول: ابن معاوية يزيد ابن أبي سفيان قتل الحسين بن علي، كذب أيضا، ما قتل الحسين بن علي، قالوا قتلوا وسبى نساءه من آل البيت، كذب كل ده. يزيد لم يأمر بقتل الحسين ولم يفرح بقتله، قتله ابن زياد، والسبب كانوا الشيعة، السبب في مقتله كانوا الشيعة، لأنه ابن عمه اسمه مسلم ابن عقيل مشى هناك في الكوفة ودعا الحسين من المدينة، رسل له رسالة قال له 12,000 من الناس بايعوك على الإمامة، تعال علينا. جاء من هناك الحسين على إنه الناس بايعته على الإمامة، لما وصل فروا منه كلهم الشيعة 12,000، ما بقي معه أحد، وقتل مسلم ابن عقيل، وحاصروا بعد ذلك الحسين، حاصرته فئة باغية فقتل مظلوما شهيدا رضي الله عنه وأرضاه، ما قتله يزيد. بعد ذلك جاء بنسائه، جابوا نسوانه في بيت يزيد فأكرمهن وحملهن من المؤونة، وظهر البكاء في بيت يزيد ابن معاوية رضي الله عنه في داره، وأكرمهن إلى أن ردهن إلى المدينة. ما عمل كده، لكن ده الكذب التاريخي وتشويع الحقائق. وأعظم ما يؤخذ على معاوية من الكذب أو من الفهم المغلوط، يقول لك معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه لما جاء عند الوفاة أدى الملك من بعده لابن يزيد، وقالوا ليه يعطي الملك ليزيد؟ يا أخواننا الزول ما عنده فقه ما يتكلم، يعني أنت ما يجيك مزاج كده. في ناس عندهم مزاجات، أنا أكلمك كده سايخ وتلاقي قهوه جنبه يقعد ينظر، يقول لك والله معاويه ده مفترض يعمل كده. يا زلمه معاويه ده ود عمك،
يا ناس أزول يكون عنده وراء عنده تقى يا أخ. سبحان الله معاوية رضي الله عنه عنده فهم عالي جدا، فهم محترم. لما جاء في آخر حياته الملك إما يترك الأمر سدى يموت كما مات من قبله، خليه كده بس، والناس يعينوا بعده خليفة أو إمام للمسلمين. رأى معاوية رضي الله عنه أنه لو ترك الأمر بهذه الطريقة حصل من الفساد ما حصل، لأنه جرب قبل كده. لمن كان ما عين خليفة وقتل عثمان رضي الله عنه فجأة حصل ما حصل من الشر، وجو ناس سيئين من الخوارج دخلوا أفسدوا. فقال أنا لو تركت الناس بهذه الصورة بيحصل فساد عظيم جدا، لابد أعين خليفة من بعدي. ده الأمر الأول. طيب لماذا اختار ابنه يزيد؟ ليه؟ ما في ناس أفضل من يزيد؟ نعم في أفضل منه، ويزيد وإن كان فيه خير وفضل لكن عنده من السوء وعنده من المعاصي ومن الظلم ما عنده، وحصل منه ما حصل. لكن ليه اختار يزيد بالذات؟ اختار يزيد لأن يزيد من قبيلتين، من جهتين، من جهة أبيه هو من بني أمية، وبنو أمية فيهم عصبة قريش، يعني عصبية قريش وشدة قريش كلها في بني أمية. طيب ومن جهة أمه هو من قبيلة قضاعة، وهذه من أشرس القبائل العربية. فرأى معاوية أن الحكم لو خرج من قريش ومن قضاعة حصل في الأمة فساد وقتل لا يعلم به إلا الله. فقدر معاوية أن يدرأ الفتنة ويحفظ دماء المسلمين ويحفظ أعراضهم ويدرأ الفتنة بتولية يزيد، فولى يزيد على ذلك وبحمد الله حقن الفتنة وحقن الدماء. هذا فقه معاوية في هذه المسألة. شكرا زول ما يتكلم ساي، في ناس بتعمل مزاجات يقول لك يا أخي خليها ديمقراطية وخليها كده بس. يا أخي يموتوا الناس، تهلك الأمة بسبب هذه الأهواء. هذا أعظم ما يؤخذ على معاوية رضي الله عنه، وإلا فهو السيد الحليم في عهد معاوية كله. حكم من 7 سنة في عهد عمر بن الخطاب، حاكم الشام كله 7 سنوات. 13 سنة مع معاوية، دي كم؟ 20 سنة. بعديها 20 سنة خليفة للمسلمين، 20 سنة كان والي للشام، وعشرين سنة خليفة للمسلمين. قال ابن تيمية وسيرة معاوية من خير سير الولاة، كان الناس يحبوه ويحترموه، ما وجد واحد من المعتبرين يسب معاوية ولا يهجوه بقصيدة واحدة أبدا. من خير سير الولاة، كان صاحب سلطان وصاحب فتوحات. ومن أروع الكلمات التي بها أختم أن ملك الروم استغل النزاع الذي وقع بين علي ومعاوية ودخل بجيوشه بجهة الشام. معاوية رسل له رسالة، شوف الصحابة دي العجيبين كيف. قال له ارجع إلى مكانك وإلا سأصطلح مع ابن عمي. علي بن أبي طالب ما ود عمه، ما قرشيين الاثنين. قال له سأصطلح مع ابن عمي وأرسل لك جيشا تهلك بعده. قال له ولآتينك فلو ضيقن عليك الأرض بما رحبت. قالوا فرجع ملك الروم. دي من أروع المشاهد التي في سيرة معاوية، وأنا أطالب الجميع بمراجعة سيرة معاوية رضي الله عنه، وإنه ما يلتفت لده كبيس ولا غيره، كبس الله عقله ومن معه ومن يؤيدونه على هذا. نحن ما بحاجة لكبيسي، ما ناقصين يا أخ، يا أخ نحن ما ناقصين كبيسي وما ناقصين غيره، ألفين من الضلال مكفين وزيادة. نسأل الله يرفع عننا، يجيبوا لنا كبيسي كمان لاقتل لنا ذول يسب الصحابة. يا أخي البلد دي يكفيها ما فيها من السوء اللي غل علينا الأسعار الآن. أنبوبة الغاز بكم يا أخي؟ يكفينا السوء والمعاصي اللي عندنا،
اللي غلت أسعارنا ونكدت حياتنا. هذه المصايب اللي عندنا كفاية يا أخي، تاني يجيبوا لنا كوبايسي في الديد يفتحوا. الله المستعان. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا محمد، واعتذروا اللي طال، وقوم من الصلاة يرحمكم.